بسم الله. دلوقتي احنا شغالين بيم، بنبدا داخل معلومات مظبوطه، مش مجرد بنعمل موديلنج وخلاص. ففي اي وقت عايز تعمل اناليسيز للحسابات بتاعتك بتلاقي الموضوع سهل وبسيط. مثلا من اناليسيز هقول له دكت بريشر لوس ريورد، من هنا بيجيب لي كل السيستم. ممكن اقول له اختار اللي انا عايزه، او ممكن اقول له سيستم تايب فلتر، اقول له انا مش عايز الريتيرن والفريش والاكسوست، انا عايزك تركز لي على الحاجات ديت. وممكن اقول له سيلكت دان، اقول له انا عايز مثلا رقم 1 13، وممكن تقول له اعكسهم لي بالشكل دوت، اقول له اوكي. فهيبدا يقول لي شكل التقرير عايزه ازاي. ممكن تخلي فيه اكتر من نوع، تعمل سيف لواحد اتنين تلاتة الحاجات التانية. دي الريبورت الحاجات اللي موجودة فيه، وده الحاجات اللي ممكن تزودها. تقدر تعمل سيلكت على اي واحدة فيهم وتقول له اد تقرير. ممكن تقول له ديسبلاي سيستم انفورميشن، حط لي معلومات السيستم. ديسبلاي ذا كريتيكال باس، ديسبلاي داكت اور باي بريشر لوس باي سكشن. تقدر تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها. تمام، لو انت مثلا مش عايز الفيتنج اند اكسسوري بريشر شيلها. الفيلدس تقدر تقول له انا عايز ايه الحاجات اللي تبقى موجودة، وبعد كده بتقول له جنريت، بيبدأ هو يعمل لك الريبورت. هنقول له مثلا سيفه لنا على الديسكتوب مثلا. تمام، هل انت عايزه اتش تي ام ال ولا سي اس في اللي هو يفتح الاكسل؟ هقول له سيفه اتش تي ام ال وهنسميه مثلا اكس. فبيبدأ يقول لي اسم المشروع والمالك والعنوان وكل حاجة، وبعد كده بيبدأ يجيب لي توتال بريشر لوس كالكوليشن باي سيلكشن. يبدأ يجيب لي، تقدر تشوف الأرقام ديت لو فيها أي مشاكل تبدأ تعمل تعديل عليها.